ولازم تعرف ان القلب هو باب الروح يا انسان. الروح والقلب متلازمان، باب الروح ما بين الروح والجسم الواسطه هو القلب، فهذا اللي يوصل يا انسان. اذا جاء هذا القران فيه الروح، من نزل بهذا الروح؟ الروح الجبريلي. على من نزل؟ على اعظم روح انساني، واول روح خلقها الله روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء حتى تحيا حياه الابد. هذه حياه الجسم نزل ملك من الله حين صرت في البطن الام ومضت عليك 4 أشهر، ارسل الله ملكا نفخ فيك الروح الانساني فحي جسمك، هذا معروف. اما هذا الروح القراني الذي يسري في الروح والقلب حتى تحيا، من الذي ينفخه فيك ويصله الى روحك؟ هل ورد ان هناك ملك يوصله؟ قال لا. هاي ما هي وظيفه الرسول الملكي؟ هذه وظيفه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يوصل الروح القراني الى الروح الانساني. قال خيو هي مين؟ قل له قرأ القرآن. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، صلى الله عليه وسلم، إذا دعاكم لما يحييكم أي لما يحييكم به، أي فروحكم أي روح أرواحكم روح قلوبكم عنده، فاستجيبوا لدعوته يوصل وينفخ فيكم هذا الروح القرآن الإيماني، وإذا لم تستجيبوا لدعوته حرمتم ذلك.